معلمتي نسينا شو حكينا؟ شبنا كداس؟ شبنا؟ ما تواخذيني يعني ما عم تفهمي علي كثير، أنا لليوم لساني مربوط بتعرفي أنتِ. سلام. مع السلامة. عمو كداس ما رح تشتري الهريس باللوز؟ لك مو تكرم عيونك، مو على نافوخي وعلى طربوشي، غالي والطلب رخيص، امشي لشوف. بعت لك عمّا يا كداس على هالمصيبة، لكان رح يفضحني قدام عامر. هذا باين عليه ما بقى تفرق معه منوب. أنا من وين بدي اجيب له ذهبتين وخرسه؟ من وين؟ لازم دبر له الذهبيات، بخاف يجن ويخبص له شي تخبيصة قدام ابن عمي. والله والله بنفضح. يا الله من وين بدي اجيبهم؟ من وين يا فوزية؟ من وين؟ مالي غير الذهبيات اللي اعطاني اياهم ابن عمي. هاي السرة فيها 20 ذهبة بتخبيهم، ولو شو ما صار ما بتصرفي منهم. ها هدول اكيد لازمين لابن عمي، مشان هيك اكد علي اني ما مد ايدي عليهم منهم. شو لازم اعمل لحتى خرسوا لكداس؟ شو وعسير حسابك يا خاين يا غدار. طولت علي معلمتي؟ لا ما طولت. خد هي طلباتك وبشك على شغلك. يلا شو هذا بس ليرتين؟ ايه بس هدول اللي قدرت ادبر لك اياهم. شو كداس؟ كأنه ما عاد عجبك شي؟ لا فوزية، بدك تجيبي غيرهم غصب عنك، هدول ما بيشتغلوا معي. هلأ ما في غيرهم، ما عجبوك هاتهم والله معك. لا ما عجبني، وبدك تجيبي غيرهم غصب عنك، فهمتي ولا لا؟ لك خلص خلص بقى، بوس بيدك خلص. اي والله والله بدت ميت موت حتى دبرتهم. أنا ما بفهم، بدك تضلي عم تعطيني مصاري لحتى يصير عم استنى أنا وإنتي من أول ما تجوزتي جوزك أبو عامر. يو ليش شو هو الشي اللي عم استنى أنا وإنت؟ أيوة. شو نسيتي اللي صار معنا ولا هلا ما حد لك خبر الفوزية؟ صمم بوسيتك يا كداس، استرنا الله يستر عليك. خلاص روح هلا روح. ماشي رح روح هلا، بس بعد كم يوم بدي ارجع بدك تدبري لي اكثر من هدول، فهمتي ولا لا؟ طب خلاص هلا روح روح بعدين بنحكي. روح لك روح. يسلم لي هالوش.
مضيعة كاملة؟ نعم. بدي اياكم تفوتوا على غرفتي تساعدوني شوي، بدي طلع اللحى. وكمان بدي اياكم تشوفوا كم فستان فصلتهم جديد، جاي على بالي اهديكم كل وحده فستان. يو شو صاير بالدنيا؟ فوزية خانم بدها تهدينا من روابة؟ والله منيح. شو هالكرم الحاتم ولك فوزية؟ يوه شهيرة خانم، أقل منا نسوان أبو عامر يلبسوا فساتين مرتبة وجديدة؟ عداكي لعب ولك فوزية. قومي أنت وياها ساعدوها. يلا أمرك شهيرة خانم. قومي مطيعة قومي. شرفي فوزية تفضلي. سبحان مغير الأحوال من حالك إلى حالك. وهي فساتين وهي الخزانة كمان، نقوا منا يلي بيعجبكم. والله لا يسامحكم، الله لا يسامحكم إذا بتستحلوا شي وما بتاخدوا. الكرم غطى كل عيب يا فوزية، رديت عيني عنك. تسلمي لي يا مطيعة. يلا أنا رح أطلع شوف شهيرة خانم شوي. خدوا راحتكم، ها خدوا راحتكم على الآخر. الله يديم المحبة. لك شو بدنا بأوعية لك مطيعة؟ ابن عمي مو مقصر علينا؟ لا قد خبريني من راح وتهبيتي. هو والله العظيم لا تعجبي، تذكري منيح وبس ارجع بيعرف وين راح. صدقني الله معك ابن عمي، الله معك تقبرني. شو ابن عمك فوزية؟ والله ما بعرف يا شهيرة خانم، ما بعرف. ايه خير ان شاء الله. خير سيبك بنت حماية. يا ترى شو مخبي علينا فوزية؟ ما قلت لك خبينا منيح ولا تمدي ايدك عليهم؟ مزبوط ابن عمي. وليش اخذت منهم ذهبيتين؟ هو والله العظيم، والله العظيم ما اخذت منهم شيء. لا تعرفي. صدقني ابن عمي صدقني، ما بحكي كذب. انا مثل ما تركتهم بالخزانه بعدين ما عاد مديت. وين راحوا ذهبيتين؟ والله ما بعرف يا سيدي، والله العظيم. الله اكبر، اسمعي شيء. إذا ما بتقولي وين راحوا ذهبيتين بدي اسلخ جلدك على عمك وابعتك لعند عمتك المقدس. لا لا بوس ايدك. احكي. رح احكي، رح احكي. والله العظيم يا سيدي، والله العظيم ما فات على الاوضه غير كامله ومطيعه، فاتوا ساعدوني باللعب وانا فتحت لهم الخزانه لحتى تدقك. مطيعه وكامله ناقصا فساتين ياخذوا من عندي. ما بعرف يمكن عملوا كل هي نصا لحتى يبنوني. الله اكبر. والله ما اخذنا شيء احنا. الله وكيلك ما بدي. كاملة؟ نعم ابن عمي. نعم ابن عمي. انتوا فتوا على غرفة فوزية وفتحتوا الخزانة شيء؟ احكوا. ابن عمي فوزية طلبت منا نفوت على اوضتها مشان نوضر معها الشراشف والغسيل واللحف. وهي فتحت الخزانة مشان ناخذ رواب من عندها، بس انا ما اخذت لانه ما بيجي على مقاسي. بعدين يا تاج راس، يعني انت جايب لنا رواب كثير، احنا مالنا بحاجة. ومين فيكم مديده على الكيس واخد ذهبيتين؟ انا ذهبيتين ابن عمي. والله ما بنعرف عن شو عم تحكي يا تاج راسي. شو القصة؟ اختي حطيت ذهبيات مع فوزية، اخذتهم منها الصبح لقيتهم ناقصين ذهبيتين. بس يا اخي مطيعة وكاملة بعمرهم ما مدوا ايدهم على مصاريك. ولا انا شهيرة خانم، طول عمره ابن عمي بحط معي غلة البوايكية، ولا مرة لقاهم ناقصين ذهبة وحدة. صح يا تاج راسي ولا لا؟ مزبوط. بعدين انا ليش لحتى مد ايدي؟ ابن عمي كافيني وكل شي بدي اياه بشتري. اسمعوا، اذا ما اعترفتوا مين اخذ الذهبيتين بسلخ جلدك انت وياها. الله وكيلك يا ابن عمي، لا شفت لا ذهب ولا مصاري ولا مديت ايدي على شي. وانا كمان ابن عمي، وجيب لي المصحف الشريف لاحلف لك عليه اني لا شفت الذهبات ولا مديت ايدي عليهم. والله يغضب علي من عالي سماء اذا شفت شيء او عم بكذب عليك. هيك لك تخيلك يا شهير. الله وكيلك ما سرقنا شيء. الله وكيلك بعمرنا ما عملناها. والله لا اهريكم هري، بدي اعرف مين كذب بيناتكم. تعي لهون انت وياها. الله وكيلك يا ابو عامر،
يعدم لي نور عيوني إذا شفتهم للذهبات أو مديت إيدي عليهم. والله العظيم ما مديت إيدي ولا بعرف عن شو عم تحكوا. شي لك وين راحوا الذهبات؟ جاءت الأرض وبلعتهم. الله وكيلك ما أخذنا شي والله ولا شفنا شي. لك وينه؟ والله اختي دخيل الله تفيني. خلاص الله يخليك يا شهيرة، والله ما شفتي حالتي لما أعطيته المصاري للرجال، صرت قد الكمشة. اهدى أخي اهدى. لك أنا قصرت مع حدا منهم؟ لك حدا طلب مني مصاري وقصرت؟ أشهدتك بالله، أشهد بالله إنك كريم وبعمرك ما قصرت مع نسوانك. ومشان ريحك أكتر قومي ولاي أنت وياها ومتوضوا لشوف شو بدك تساوي. يعني بدي خليهم يحلفوا يمين على المصحف حتى يبين الحق من الباطل. هلأ عندي شغل بس راجع له. قومي اتحركي انت وياها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مطيعة. نعم ابن عمي. القرآن وحلفي. أقسم بالله رب العرش العظيم رب القرآن الكريم إني لا شفت الليرات ولا سرقتهم، والله يشهد علي. جاي محلي كاملة. تعي حطي يدك واحلفي. حطي. أقسم بالله العلي العظيم إني ما أخذت الذهبتين من غرفة فوزية، وإذا كنت عم بكذب الله لا يسامحني. روحي. شو يعني يا اختي؟ وين راحوا الذهبات؟ اكلوهم العفاريت؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. لا اله الا الله محمد رسول الله، بس انا بدي اعرف، بدي اعرف مين الحرامية بهالبيت. خلاص أخي انسى الموضوع. شلون بدي انسى لك أختي؟ خلاص قلت لك انسى الموضوع بلا ما تنفضح قصتنا. الله بيعوضك على هالذهبتين. ماشي هي كرمالك أختي، بس الكذاب رب العالمين بده يغضب عليه. الحق عند الله ما بيضل. روحوا على غرفتكم. أمرك ابن عم. ومرباي هيك عم يعمل فيني ابن عمي، عم يتمقطع فيني لأنه ما عندي أهل روح لعندهم. أنا يتهمني بالسرقة ويضربني أنا؟ أنا عندي أهل ورايحة لعندهم وماني راجعة بنوب. شو عم تساوي أنت وياها؟ مثل مالك شايفة يا خانو، أنا رايحة بدي هج بهالدنيا، ما عاد إلي قاعدة بهالبيت. وأنا كمان رايحة لبيت أهلي. كبروا عقلكم أنتو التنتين. خلص
رجعوا اوعيكم لمحله. ما بدنا نكبر عقلنا، خلينا مجانين. بعدين شلون بدنا نقعد عندكم ونحن حراميه وسارقينه لابن عمي؟ الله بده يمتحنكم، ونيال المظلوم وعند ربه بريء. بس يا شهيره خانو، الله ما قال تتهمونا بالسرقه، وانتم بتعرفونا شلون تربينا ببيوت اهالينا. الا ما يبعني الحق يا مطيعه. الحق باين يا شهيره خانو، بس ابن عمي صاير ظالم. ابن عمك ماله ظالم يا كامله، بس في مين عم يتوه له رايه؟ وهذا يلي صار فينا يا شهيره خانو، ماله ظلم ولا بس شاطر يصدقها لفوزيه ام ابنه الله يسلم له اياه. بعدين ليش بس نحن نحلف؟ ليش انت وفوزيه ما حلفتوا كمان؟ بدك يعني انا احلف على المصحف الشريف يا كامله؟ ليش انت مانك قاعده معنا يا خانو؟ بلا، قاعده بالبيت مثلكم. يا شهيره خانو، لازم كل يلي قاعدين بالبيت يحلفوا على المصحف الشريف، مو بس نحن. معك حق يا مطيعه، هلا بس يرجع اخي ابو عامر رح خليه يحلفني انا وفوزيه على المصحف الشريف. منيح؟ ولو حلفتي انت وياها على المصحف، خلص انا ما عاد الي قاعده بهالبيت، ما عاد اقعد عنده لابن عمي. وكلي الله يا مطيعه، وكلي الله. ولا انا كمان رح ضلني قاعده، هي تاني مره باكلها ظلم. خلص شو بدنا كامله؟ استهدي بالرحمن. قولي هي عاشر مره عم ناكلها ظلم منه، كله بس منشان يرضيها للست فوزيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كبير يا خانم، الله كبير، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس معلش، رجعوا اوعيكم لمحله، واليوم ان شاء الله ما بتكونوا الا رضياني، وما رح نام اليوم الا وشوف ضحكتكم على وشكم. ايه الله يرضى عليكم. من وين بده يجيب ضحك يعني؟ من وين؟ أنا ما لحق أضحك، وراح ضل قال بخلقتي لحتى يرد لنا حقنا. وأنا مثلك كمان. بدي أحلف. انتي بدك تحلفي؟ ايه بدي احلف. ليش؟ بدي احلف على المصحف مثل نسوانك. لا شهيرة، تضرب المصاري ويضرب الذهب وما شوفك بهيك موقف. انا ونسوانك قاعدين بنفس البيت، ولازم كل اهل البيت يحلفوا. قصدك فوزي؟ ايه. اذا بدك اياها تحلف هلا بناديلا. ناديلا؟ شو مستني؟ فوزية! فوزية! نعم أبو عمي. بدك تحلفي؟ أنا ماني مضطرة أحلف على المصحف الشريف، لأنه أنا بعرف حالي، وابن عمي كمان بيعرفني إني بعمري ما مديت إيدي على قرش واحد من ماله. ما هيك بدك تحلفي فوزية؟ ما رح أحلف. بدك تحلفي. بس أنا يا ابن عمي. بدك تحلفي إلي. حاضر. أنت طاهرة؟ طاهرة. حطي يدك واحلفي. اني ما اخذت منك اللي ارتدي الذهب. ولا سرقتهم. اللي اخذهم هو كداس. هو اللي اخذ اللي ارتدي الذهب مني. الله يسامحك يا شهيرة خانو. الله يسامحك. زالت شفتي؟ معلش، مشان تكون عادل بين نسوانك.
نشاني. شآم طيب.